السادس من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ نؤمن بمراتب أربع، أربع درجات. الأول العلم. ما معنى العلم؟ نؤمن أن الله سبحانه وتعالى تعالى علم كل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. الثالث المشيئة، لا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله. الرابع أن العبد مخلوق وأعمال العباد كذلك مخلوق كالعباد. ماذا أصنع؟ أؤمن بهذه المراتب الأربعة، أعمل بعمل أهل الجنة، ولا أعمل بعمل أهل النار. أدعو الله سبحانه وتعالى بأن أكون من أهل الجنة ولا أكون من أهل النار. أجمع بين حسن الظن في أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة مع العمل والدعاء. بعض الناس أسأل عافية السلامة يشرب الخمر. تقول يا أخي اتق الله، كيف تشرب الخمر وأنت مسلم؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. قدر الله أن أشرب الخمر، ماذا أصنع؟ هذا أمر كتب الله علي. ماذا تصنع مع هذا؟ تضربه حتى يغمى عليه. تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق من الإغماء وقال لماذا تضربني؟ قل له قدر الله أن أضربك، ماذا أصنع؟ أمر كتب الله عليه. إذا اقتنع أتركه، إذا لم يقتنع أضرب الثانية. لا تضرب أحدا، نحن فقط نقول هذا الكلام حتى تفهم. سارق زمن عمر رضي الله عنه، رجل سرق زمن عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده. هذا السارق قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتبه الله علي؟ هذا أمر قدر الله. قال له عمر: ونحن قدر الله أن نقطع يدك. أتلومن على شيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطع يدك. لماذا تختار طريق الشقاء؟ من
ولا تختار طريق السعادة. يعني إنسان سفيل للعالم نيفا فاسم بارس للعالم سوزي هو عند الله سبحانه وتعالى.